مبتسما بهذا الشكل، بمعنى ان هو يخرج لعبته من الاسترس ده. خمس اهداف دخلوا النادي الاهلي مباراه كانت بمنتهى الصعوبه، ازاي شطاره المدير الفني اسلام انه يخرج اللعيبه من التوتر ده ويطلب منهم انه انا هتحمل المسؤوليه، زي ما لسارتي بعد المباراه هو تحمل الهزيمه وقالوا كان عنده من الشجاعه الادبيه ان هو يتحمل المسؤوليه. مهم كمان ان النهارده في هذه المباراه ان هو يتعامل مع اللعيبه من الحته النفسيه بشكل ان هو يخرج اللعيبه من استرس الواقع عليهم. كل الناس في الجمهور اللي بتقابل اللعيبه او بتتكلم معاهم او النقاد او الصحفيين، احنا محتاجين نكسب 5، محتاجين منكم 6، محتاجين منكم 7، كل الكلام ده. يا كابتن انا اسف قطعت حضرتك، اللقطه دي بالنسبه لي لقطه مهمه جدا. فتحي ده يعني بص حضرتك كيفيه تحضير اللاعبين للمباراه ده امتى؟ دي النهارده. النهارده في استاد برج العرب. ده ايوه نص. بعدها برضو خد بالك، يعني اكيد هو هنا ما بيتكلمش في حاجه فنيه، خد بالك يعني هنا، لانه ممكن ياخده يقعد بعيد بقى ولا يعمل. بعد كده راح لمين؟ قام واخد المترجم وراح ل ده خد سيد. اوعى مكي كده شويه، مكي طبعا اوعى يا عم مكي. بص بقى حسين الشحات، حسين الشحات اتكلم معاه، واضح جدا ان هي مش حاجه فن، يعني ما اعرفش طبعا اللي بيدور ايه، لان انا مش خبير شفايف يعني ان انا اعرف الحركه بتتكلم بيقول ايه، ولكن واضح جدا مش حاجه فنيه. واضح جدا بيقول له لا فوق قوم اعمل حق. صح. بيتكلم مع احمد فتحي وبيتكلم مع حسين الشحات. برضو اللقطتين دول لفتوا نظري، كملها لو سمحت كده. سمير بيدل على انه راجل ذكي. زي ما قلت لك يا اسلام، العامل النفسي اهم جدا من التشكيله، اهم جدا من ولسه مع عشان بالمناسبه كنت بتتكلم عن العامل النفسي يعني. بالظبط. فالنهارده لسارتي لما طلع وقال ان انا بتحمل هزيمه النادي الاهلي، فكانت نوع من الشجاعه الادبيه للراجل. النهارده بقى دور قوي جدا ومضغوط على لسارتي ان ازاي يخرج اللعيبه دي تحت الضغط الجماهيري اللي رايح يهتف باسم كل لعيب وشجع كل لعيب. ازاي هتعامل مع الجيم 90 دقيقه